في صناع الحياة ونفهم ايه اللي بيحصل، ونروح لدكتور براء مرغني متطوعة بصناع الحياة في محافظة الاسكندرية. يا دكتور مساء الفل. مساء الخير، ازي حضرتك؟ جبت قيادات كتير من صناع الحياة، فقلت انزل بقى على الارض اشوف الناس اللي بيكلمونا عليهم دول اخبارهم ايه. دكتور طمنينا كده وطمني الشباب كل اللي بيسمع من صناع الحياة ومن اللي يهتم ان هو ينضم لصناع الحياة، انتوا بتعملوا ايه؟ احنا موجودين في صناع الحياة اسكندرية، لينا يعني نشاطات مختلفة بنخدم فيها المجتمع السكندري بشكل خاص يعني، وشغالين على 4 مشاريع ليهم علاقة بمشاكل المجتمع، زي مثلا محو الأمية، ده بالنسبة لمشروع نور حياتهم. عندنا مشروع تاني اسمه إنسان، أنا متطوعة فيه بقالي 6 سنين. اسمه ايه يا دكتور؟ إنسان، مشروع إنسان. بنشتغل فيه على بنتكفل بالأسرة المصرية في المنطقة العشوائية من حيث تعليم الأطفال اقتصاديا، توعويا، كل الحاجات دي. عندنا مشاريع بتستهدف الفئة العمرية اللي هي من 12 ل 18 سنة، مشاريع بتستهدف شباب الجامعات، وكل وبنشتغل على زيادة مهاراتهم يعني. 12 ل 18 دي مدارس، فانت يعني جيل صغير ده جدا. ده مشروع قدوة. بالضبط، هو زي اسمه بالضبط، مشروع اسمه قدوة، شغال على استهداف الفئة العمرية دي. نشاطات بقى مختلفة طول الاجازات بتاعتهم عشان طبعا نطلع جيل يعني سوي ويفيد المجتمع. طيب انت بقى حالك من مين؟ انا بتكلم كتير مع قيادات الفتره اللي فاتت في صناع الحياه، قالوا ان احنا عندنا شباب كتير، احنا مش شغالين بس على المشروعات الخدميه الاجتماعيه لاهالينا في المحافظات المختلفه، لا ده احنا عندنا كمان برامج كتير لتدريب الشباب عشان يبقى هم قيادات كمان ويبقى كمان رواد في صناع الحياه. اعتقد حضرتك وصلت لمرحله من المراحل دي، انت فين بقى دلوقتي؟ بالظبط، اللي حصل ان احنا من سبتمبر الماضي واحنا في برنامج او مشروع اسمه تعزيز القادة الشباب، ده المؤسسة هي اللي عاملاه يعني، وانا اتدربت فيه كام شهر، ودلوقتي دربنا متطوعين تانيين في صناع الحياة اسكندرية. بنشتغل فيه على ملفات ومشاكل بتواجه المجتمع، وصلنا فيه لاخر مرحلة ان احنا شغالين على ملف بيمس يعني المجتمع السكندري، واللي هو الحفاظ على الشواطئ خلال سيزون الصيف. شغالين فيه على كام حاجة كده لحد ما نطلق حملة أو مبادرة يعني خلال شهور أو حاجة يعني، وقت قريب جدا هنبدأ نطلق الحملة دي. طب دكتور أنا بحب التفاصيل معلش أكتر، يعني حضرتك كنت متطوع عادي، شاب داخل متطوع عادي، تلقيت تدريبات معينة ووصلت إن أنت بتدربي ناس دلوقتي داخل مشروع معين، أنا فاهم صح؟ بالظبط صح كده يعني. أنت حضرتك بتدربي كام واحد مثلا من الشباب؟ احنا يعني بعد ما اخذنا التدريب ده دلوقتي حاليا مدربين 10 متطوعين في صناع الحياه اسكندريه، وشغالين معاهم على اطلاق المبادره دي. طيب انا بحب برضو التفاصيل اكتر، انتوا شغالين على مثلا ملف الشواطئ وحمايه الشواطئ، بتعملوا ايه يعني؟ هل بتنزلوا تتكلموا مع الناس في الشواطئ ولا بتعملوا من الدعايه؟ هو التارجت بتاعنا احنا يعني هنحط شويه نقط للمبادره اللي احنا هنطلقها، وهتبقى عموما اكتر شيء رئيسي فيها موضوع التوعيه، توعيه المصيفين وكل حد بيستخدم الشواطئ الاسكندريه بتاعتنا، ان نحافظ عليها ازاي ونتعامل معاها ازاي عشان طبعا فتره الصيف تعدي بسلام وامان يعني. التوعيه بصوره مباشره يا دكتور ولا من خلال دعايه على السوشيال ميديا مثلا؟ كده وكده يعني، هيكون في جزء بالظبط السوشيال ميديا وجزء على الارض اكيد. طيب العشرة اللي معاكي بقى دول هم اللي هينزلوا معاكي على الارض، هو ده فريق العمل اللي انت كونتيه اللي هينزل معاكي داخل المبادره دي؟ بالظبط كده، وهيحصل بعدها جذب المتطوعين اخرين يشتغلوا معانا على المبادره دي وينشروا التوعيه بقى لباقي المجتمع. مين اللي هيجذب بقى العشرة؟ يعني انا عايز اشوف بس الحلقه بتمشي ازاي، يعني العشرة دول هيجذب ناس ثانيه؟ اكني انا وكان معايا صديقتي استاذه اسراء، واخدنا تدريب ودربنا 10، وال10 يجذبوا 50 متطوع كمان، وبعد كده نطلق بقى المبادره، فهي حلقه يعني. طيب بالنسبه للملفات بقى داخل محافظه الاسكندريه عامه، انت كمتطوعه هل بتقترح مثلا على المؤسسه نفسها ان انا عندي في الحي الفلاني اهالينا محتاجين كذا، دي بقى الخدمات الاجتماعيه مش التدريبيه، بتقدري تلفت نظرهم مثلا خلاص انت يعني خلاص موجوده وتشتغلوا عليها؟ طبعا اكيد، انا مستوعبه بقى لي 6 سنين، ويعني اللي بيخلينا اكمل ان كل اقتراحاتنا الحمد لله مسموعه، فاللي بنشوفه محتاج مساعده، محتاج تغيير، محتاج اي حاجه بنتعامل يعني في القصص دي الحمد لله. وفي استجابه من المؤسسه؟ اكيد طبعا، لاي من طلبات اهالينا في محافظه الاسكندريه؟ الحمد لله، لا شغالين في الموضوع ده كتير جدا، وخصوصا المناطق العشوائيه يعني. ايه اللي يخلي شاب يسمعنا دلوقتي يتطوع في صناع الحياه ويكمل؟ صناع الحياة مكان هي بيت فعلا لكل الشباب يعني. أنا من 6 سنين أول ما اتطوعت أكيد غير دلوقتي، اتعلمت كتير، زي ما بفيد مجتمعي فأنا كمان استفدت جدا جدا جدا. التطوع عموما إن أنا يعني شخصيتي اتغيرت يعني، وكمان في مكان آمن زي صناع الحياة، أتمنى كل الناس تعمل كده.
كلام محترم جدا. بشكرك جدا يا دكتور على تطوعك، بشكرك جدا على افكارك، وبشكر مؤسسه صناعه الحياه الصراحه على وجود مثل هذا النوع من الشباب داخل محافظه الاسكندريه، وحن لسه عندنا محافظات كتير هنلف معاكم ونشوف شبابنا داخل صناعه الحياه بيعمل ايه. بشكر الدكتور براء مرغني احد المتطوعات بصناعة الحياه بمحافظه الاسكندريه. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا الكريم ونفتح ملف التعليم بصوره اكبر.